السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم التعليمية توجوروب. إذا كنتم أول مرة سوف تشاهدون هذه القناة، ما عليكم سوى الضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر أبوني، ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك. بطبيعة الحال في هذا الفيديو سوف أتحدث عن ما يسمى في علم الاجتماع بنظرية الممارسة الاجتماعية والرأسمال الرمزي عند بيير بورديو حصريا. يعني هذه النظرية المعروفة عند بيير بورديو سوف نتحدث عنها. فبطبيعة الحال وجه بيير بورديو انتقادات شديدة لأصحاب التوجهات التجريبية الإمبريقية الموضوعية الذين يعالجون الظواهر الاجتماعية من جوانبها، يعني من جوانبها الخارجية الاستاتيكية الثابتة دون الاهتمام بجوانبها الرمزية الداخلية الديناميكية. ووجه أيضا نقدا لأصحاب البنيوية الصورية المجردة التي لا تلتفت إلى المضمون الفعلي ولا إلى الكلام أو الممارسات أو الأفعال التي يقوم بها الأفراد في حياتهم اليومية. وتكتسب نظرية الممارسة الاجتماعية أهميتها في العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة بسبب قدرتها التفسيرية المتنوعة والملائمة لكشف ما يسمى بطبيعة الظواهر الاجتماعية وكذلك الإنسانية المختلفة. فيمكن من خلالها تفسير ما يسمى بالتباينات الاجتماعية والثقافية في آن واحد، وأيضا تفسير الظواهر السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها. والممارسات الاجتماعية عند بيير بورديو ليس مجرد فعل صادر في الزمن الحاضر وبطبيعة الحال، لكنها فعل موجه من الماضي، فعل تاريخي. فكما لابد من أن تتضافر عدة ظروف قبل هطول المطر، فكذلك الممارسة، بمعنى أن هناك ما يسمى برموز معينة تدل على وجود المطر، وكذلك الممارسات لا يمكن أن تكون إلا من خلال مجموعة من الأفعال التي يقوم بها الفاعلين في بيئة اجتماعية معينة. يركز مفهوم الممارسة عند بيير بورديو على ما يسمى بعلاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي، وهي العلاقة التي تنتهي بأن يقوم الفاعلون بإعادة ما يسمى بإنتاج هذا البناء. ولا يستبعد بورديو قدرة الفاعلين على تحويل ما يسمى بالبناء وتغييره، إلا أن ذلك يستلزم توافر شروط بنيوية. ويعلي بورديو بالممارسة الفعل أو ممارسة الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الفاعلون بالمشاركة في إنتاج البناء الاجتماعي، وليس مجرد أداء أو أدوار داخلية فنية فقط. حيث ينتقد بورديو كذلك ينتقد ذلك الاتجاه الذي يعلي من شأن الذات الفاعلة والمتمثل في فلسفة الوعي، والاتجاه الذي يعلي من شأن المعرفة الموضوعية والذي يتجاهل افتراض وجود فاعلين. وبطبيعة الحال بالنسبة لبورديو فهو يرى بأن هناك عارفين ومدركين، متصورا أنه من الممكن استبعاد الذات من تراث فلسفة الوعي دون القضاء عليه لصالح البنية. فعلى الرغم من أن الفاعلين نتاج البنية، إلا أنهم صنعوا ويصنعون البنية باستمرار. فعملية إعادة إنتاج البنية هذه إلى جانب كونها نتاج صيرورة إليه، وبالتالي فهي لا تتحقق بدون تعاون الفاعلين الذين استخدموا ضرورة البنية بشكل ما يسميه بيير بورديو بالهابيتوس، حيث ينتجون الإنتاج ويعيدونه سواء كانوا واعين بتعاونهم أو لا، أو كان من الضروري أن نحلل العلاقة بين الفاعل والمجتمع أو العلاقة بين البنية العقلية والبنية الاجتماعية. وتتحدث هذه العلاقة في عمليتين: عملية تحول البنية العقلية، وعملية تحول البنية العقلية إلى بنية اجتماعية من خلال تحول البنية العقلية إلى ممارسات، وهي استخراج داخلي. وبالتالي يتفق بورديو مع العلماء والفلاسفة الذين يعتقدون أن الأنساق الرمزية هي أشكال رمزية وهي أيضا أدوات لبناء الواقع، لكنه يقول أن هذه الأفكار التي ترجع إلى كاسيلر تؤكد على الوظيفة المعرفية للرموز دون الاهتمام بالسؤال الخاص بوظيفتها الاجتماعية. ولذلك يعرض بورديو من خلال الدراسة الميدانية المكثفة التي قام بها عن المجتمع لأهم الأفكار التي اشتهر بها، وخاصة تلك التي تدور حول التبادل الرمزي بأنواع مختلفة والاستعدادات والميول الطبيعية الاعتيادية والتمييز والرأسمال الرمزي. طبقا لآراء بورديو يوجد التبادل في كل المجتمعات، سواء كانت تقليدية مثل مجتمع
يعني مثل مجتمع قبلي أو متقدمة أو حديثة مثل المجتمعات الغربية، وأن التبادل يحدث في المجتمعات الحديثة عبر قنوات اقتصادية مثل السوق، فإنه يتحقق في المجتمع التقليدي عبر قنوات رمزية. هناك 4 أنواع من التبادل الرمزي، وهي ما يسميه بالهدية أو الهداية، ورد العدوان أو الإساءة، أو الزوجات أو الأرض، كلها يسميها بأنساق رمزية. وفي تحليله للنوعين الأولين الهدية ورد العدوان يتبع آراء مارسيل موس إلى حد كبير، لكن تحليله العام للأنواع الأربعة من التبادل الرمزي ينطلق من نظرية الرأسمال الرمزي والاستعدادات والميول الاعتيادية، ومن أكثر المناسبات التي يتم فيها نظرية أو تقديم الهدايا في مجتمع قابيل هي الزوج والميلاد والختان. كما أن الشرف في مجتمع قابيل هو رأسمال رمزي يحرص عليه الجميع، يمكن تلخيص نظريته في النقاط التالية: أن الثقافة والمشاركة الثقافية لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي، كما أنها لا تنفصل عن آلية السوق والاقتصاد. تلعب المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعة دورا أساسيا في إنتاج رأس مال ثقافي. في حالة انفتاح أو الكفاح الرمزي والثقافي، فإن النتاج أو النتائج الثقافية التي ينتصر تحمل في طياتها قيمة ما يسمى بالإنتاج الثقافي المنافس. إن ثمار ذلك الانتصار يتمثل في انتشار ما يسمى بال يعني الانفتاح الثقافي الرمزي بين الجمهور المستهلك للثقافة. وبالتالي فهذه أهم الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع، وهو موضوع يتعلق بالمفكر والعالم الاجتماع بيير بورديو، ما يسمى بنظرية الممارسات الاجتماعية والرأسمال الرمزي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا من خلال الضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر أبوني، ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك، والسلام عليكم.